ده اللي سمعته. اه ايه سبب الوقف ده النهارده اللي انتوا حضرتك؟ العربيات دي كلها عليها اقساط، كل واحد طبعا معاه 3 4 عيال، وراح اتزين عشان يجيب عربيه يفتح بيها بيته. اه والمواقف الفندق ما بيرضوش يحملونا من هناك، ورحنا وقفنا مع الدبابه بتوع الدبابه بتاع شرابي مشلونا من هناك. احنا كل الموضوع ان احنا عايزين مطار زي اي موقف، زي بتاع الشيخ زايد، زي بتاع بولح، زي بتاع المنايف، عايزين مقر اللي بتوع شرابين سوزوكي برضه حط عليه 50 عربيه. طب ما انت جايبينها اصلا، طب ما انت عربيات ملاكي مش شغل. ما انا جايبينها كله ملاكي دلوقتي وانت شايف هو. هي دي لو ممنوعه العربيه دي ما كانش نزلها وبحنا، ما احنا مقر شرابين هو مشتغل يعني. الظهر على الارض، الصبح على الارض، يعني ركوب شراب من الميكروباصات مش شايلاه. ال 14 ال 14 مش شايلاه. هو نادي او اي حد دلوقتي جايين اهو. حضرتك العربيات ال 14 الصبح بتبقى في ورديات، احنا اللي بنشيل الخط. وتشوف ركابها وتحمل ابو سويس. يوم الساعه 2 الظهر برضه عشان تطلع ابو سويس حلو. بنروح نحمل من الفردوس بيمشونا، والركاب بتبقى كلها على الارض، يعني اسالوا الركاب، اسالوا الناس بتاعت الخط. احنا اللي شايلين الخط مش هم. دلوقتي الركاب واقف على الارض على الخط. عشان نحمل من هناك. ليه بقى؟ امال فين العربيات؟ العربيات بتركن بتروح ورادي ومش مكملين الخط، بتروح ورادي وركن على الدور. ما بقى عندك من الساعه 6 الصبح العربيات بتبقى فرديه للساعه 9، احنا اللي بنشيل الخط. من الساعه 3 للساعه 5 يبقى اللي هو في مردوس برضه بتاع شباب الواقف، وانتوا عارفين كده الموضوع ده. والمغرب هم بيركنوا عشان ورادي بيصحوا بدري. واحنا كل طلباتنا احنا عايزين مقر زي بتوع الشيخ زايد، زي بتوع ابو بلح، زي بتوع عشان العربيات دي كلها عليها اقل واحد عليها 40 او 50000 جنيه. كل شهر بس 1000 ونص، يعني ليه موظف 50 جنيه؟ كل اللي احنا بنتكلم فيه ان احنا مش عايزين وظايف، ما طلبناش وظايف. حل مشكله البطاله، شاور وظايف. احنا بنتكلم